إن إيران وجمهوريتها الإسلامية كانت ولا زالت هدفاً للاستكبار العالمي الذي يريد أن يقوض أركان نظامها من خلال الحرب تارة كحرب صدام أو من خلال الحصار الاقتصادي تارة أخرى، واليوم يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إشعال الفتنة الداخلية بين أبناء الشعب الإيراني الذي ملأ الشوارع بالملايين دعماً لنظام الثورة الإسلامية وقائدها الإمام الخامنئي الذي يشكل صمام أمان للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتحمل أعباء دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين وكذلك لسوريا والعراق واليمن، والتي ستثمر جهودها عزة وقوة وكرامة للشعوب المظلومة المضطهدة إن شاء الله.